السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 6 بارتي 6 من سلسلة شروحات المادة ديال الماكرو ايكونومي الخاصة بالسمستر 2. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا الاكسبليكاسيون ديال هذا الكور ديال الماكرو ايكونومي، غنمشيو لي زوتر اغريغا ديال ماكرو ايكونوميك، يعني هادوك لي زوتر انديكاتور ماكرو ايكونوميك اللي كنخدموا بهم باش نديروا لاناليز ماكرو ايكونوميك. لان قلنا حنا بان الماكرو ايكونومي كنديروا فيه لاناليز ديال ليكونومي ناسيونال، كنديروا اناليزي لا فونكسيونمون ديال ليكونومي ناسيونال. وقلنا باش ناناليزي ليكونومي ناسيونال ضروري كخصنا نعتمدوا على دي زانديكاتور اللي نقدروا نخدموا بهم باش نقدروا نديروا الاناليز ونحققوا هذوك لي زوبجيكتيف ديالنا، واللي هو لا كروسونس ايكونوميك ديال واحد ليكونومي. شفنا لي زانديكاتور الاولين هما لي زاغريغا دو لا كونطابيلي ناسيونال. لي زاغريغا هما انديكاتور مؤشرات اللي كنخدموا بهم باش نديروا هاد الاناليز ماكرو ايكونوميك. اوسي كاين اوتخو انديكاتور هما اللي ما داخلينش في لي زاغريغا، كاين اللي كيدخلهم كاين اللي ما كيدخلهمش، هما لوطو دانفلاسيون او لوطو دو شوماج. يعني مي كنحسبوا لوطو دانفلاسيون رانا كنقدر ناناليزي لا فونكسيون ديال ليكونومي ناسيونال، كنعرف واش هاد ليكونومي ديال ناسيونال واش فيه تضخم ولا ما فيه، واش فيه ارتفاع الاسعار ولا ما فيهش. اوسي مي كناناليزي لوطو دو شوماج، مي كنحسب لوطو دو شوماج، لوطو دو شوماج كنعرف كيفاش دايره هاد البطاله ديال هاد البلاد، واش مزيان واش ناقصه ولا كثيره. يعني من خلال هاد الانفلاسيون ولا الشوماج كنحسب هاد لي طو دانفلاسيون ولا طو دو شوماج، يمكن لي نقدر ناناليزي هاد لا فونكسيونمون ديال هاد ليكونومي ديالي، كيفاش داير هاد ليكونومي ديال البلاد، باش نعرفوا واش مزيان ولا مزيان، باش نعرفوا لا بيرفورمانس ولا سونتي ايكونوميك. دونك نبداو اول حاجه هو الانفلاسيون. الانفلاسيون نبداو بالديفينيسيون ديال الانفلاسيون. الانفلاسيون بالعربيه هو التضخم. الانفلاسيون a été l'un des problèmes étudiés par les économistes sans qu'on trouve la solution. L'inflation هو من المشاكل الخطيره جدا اللي كيعرفها الاقتصاد، مشكل خطير جدا، راه اخطر مشاكل كيعرفهم الاقتصاد اللي هما البطاله والتضخم. الانفلاسيون اي لو شوماج مشاكل خطيره جدا. الانفلاسيون a été l'un des problèmes étudiés par les économistes، يعني هضروا عليه بزاف ديال لي زيكونوميست، عالجوا بزاف ديال لي زيكونوميست، درسوا بزاف ديال لي زيكونوميست بلا ما لقاو لي شي حل. لحد الساعه راه ما لقاوش شي حل للانفلاسيون، كاين غير حلول ولكن حلول غير ترقيعيه، كنقولوا غير الله كننقصوا كنقلبوا اننا ننقصوا منه هو الشوماج، ماشي ما لقيناش شي حل باش نقضوا على الانفلاسيون بصفه عامه. راه ما كاينش شي حل للانفلاسيون، كاين حلول ولا هي حلول ترقيعيه، اننا كنحاولوا ان نتقبلوا الانفلاسيون بواحد لوطو ناقص وصافي. دونك الانفلاسيون اي لا هوس دورابل اي كونتيني او نيفو جينيرال دي بري. التضخم هو الارتفاع، هذا الارتفاع هذا كيكون مستمر، كيكون مستمر كونتيني او دورابل، كيبقى واحد المده طويله او نيفو جينيرال دي بري، يعني في المستوى العام للاسعار او نيفو جينيرال دي بري. التضخم هو الارتفاع العام للاسعار، يعني بصفه عامه جميع لي بيان اي سيرفيس كيرتفع الاسعار ديالهم، وهذا الارتفاع باش نقول انفلاسيون راه خاصو يكون ديغابل اي كونتيني، ماشي دابا اليوم احنا مثلا اليوم تزاد السعر ديال واحد البرودوي صافي نقولوا راه كاين انفلاسيون، نو راه خاصو يكون ديغابل، يبقى واحد المده طويله، يكون كونتيني، يعني ماشي اليوم تزادت وغدا نقصت وبعد غدا تزادت ونهار الاخر نقصت نقولوا كاين الانفلاسيون، نو خاصو يكون ديغابل او كونتيني. هذا الارتفاع هذا يبقى ديما، ماشي يعني مثلا زادت هذه الحاجه بدرهم تبقى ديما مزايده، ماشي غدا تنقص ولا بعد غدا. اوسي خاصو يكون نيفو جينيرال دي بري، يعني مستوى العام للاسعار، ماشي برودوي واحد مثلا زادت لنا غير هذا البرودوي نقولوا صافي راه كاين الانفلاسيون في البلاد، نو راه خاصو يكون جميع الاسعار، يعني هذا الارتفاع خاصو يكون موحد بين جميع لي برودوي. دونك دابا نشوفوا لي فورم ديال الانفلاسيون، شنو هما هاد الانواع ديال الانفلاسيون اللي كاينين. اول حاجه كاين الانفلاسيون لونت. بالنسبه للانواع ديال الانفلاسيون راه كاين بزاف الانواع، راه ماليها ما راه بزاف الانواع، راه كتقلبوا في الكتوبه كتلقاو بزاف ديال الانواع. انا حاولت انك نعطيكم لي فورم اسونسييل، دوك لي فورم اللي معروفين اللي مهمين هما. اول حاجه لانفلاسيون لونت،
l'inflation lente. L'inflation lente, elle est caractérisée par la hausse des prix de façon épisodique, liée par exemple à l'accroissement de la population. يعني هذا الارتفاع ديال الاسعار تيكون ايبيزوديك يعني بيريوديك مره مره يعني وكيكون باش مرتبط باش مرتبط بالزياده ديال السكان يعني كيرتفعوا السكان كيتزاد الاسعار يعني كيفاش يعني ملي كيرتفع السكان ملي كيرتفعوا لا بوبولاسيون كنعرفوا ان لا بوبولاسيون شنو هو لا بوبولاسيون لا بوبولاسيون هو لا كونسوماسيون ديما لا بوبولاسيون كنربطهم شكون اللي كيستهلك هما السكان والسكان سو سون لي دوموندور دونك لا بوبولاسيون كيمثل دوموند دونك ملي كيتزاد ليا لا بوبولاسيون يعني الدوموند كيتزاد يعني ان ملي كيتزاد الدوموند لوفر مثلا نقولوا لوفر كيبقى هو هو يعني ملي كيتزاد ملي كيكثر الطلب على السلعه اش كيوقع للاسعار الاسعار راه كيتزادوا هذا هو الانفلاسيون نوت يعني كيكون واحد التزايد هو ايبيزوديك يعني كيكون داكشي على حسب حلقات يعني داكشي بيريود على حسب دي بيريود كيكون السبب ديالو مثلا لا كرواسمون دو بوبولاسيون الزياده ديال السكان لان ملي كيزادوا السكان يعني كيزاد لا دوموند ملي كيزاد لا دوموند يعني راه الاسعار كيرتفعوا لان الطلب كيكثر كنعرفوا الا كان الطلب اكثر من لوفر راه كيتزادوا الاسعار ان غولونج دو لا كونسوماسيون يعني نيت هادي يعني تزاد لا بوبولاسيون راه كيتزاد الكونسوماسيون الكونسوماسيون كيتزاد هذه عباره اخرى ان الكونسوماسيون كتزاد الطلب كيتزاد السبب ديال الانفلاسيون من الاسباب ديال الانفلاسيون هو لا دوموند رفع لا دوموند الا الدوموند كيرتفع الدوموند كيكون اكثر من لوفر دونك الاسعار كيتزادوا ان ديمينسيون دو لوفر يعني العكس دابا دو لا برودكسيون ان ديمينسيون دو لوفر دو لا برودكسيون يعني لوفر هو اللي نزل السلعه ولات قليله السلعه ملي كتقلال راه الثمن ديالها كيطلع لان الطلب تيكون عليها كثير دونك ان ديمينسيون دو لوفر دون سو كا لي كريدي بوف اتر كونكلي اي لي ميناج بوف ايبارني فهاد الحاله هذا ما كيكونش تاثير شي تاثير كبير على هاد الانفلاسيون على ليكونومي ما كيكونش كيرتفعوا غير الاسعار ما يكون يعني لي كريدي لي بانك يفرقوا لي كريدي وحتى لي ميناج راه كيحطوا لي بارني يعني كيدخلوا الفلوس يعني ما كيكونش شي تاثير كبير على ليكونومي بالنسبه لهاد الانفلاسيون لونت دونك الانفلاسيون لونت هو واحد الانفلاسيون لي تيكون بطريقه اللي هي بيريوديك السبب ديالو هو ارتفاع ديال السكان ولا ارتفاع ديال لا دوموند لا كونسوماسيون ولا انخفاض ديال لا برودكسيون لوفر وما كيكون حتى شي تاثير ديالو على ليكونومي سيغتو على الانفيستيسمون وعلى ليبارن دابا نشوفوا النوع الثاني ديال الانفلاسيون هو الانفلاسيون غالوبونت الانفلاسيون غالوبونت كون لو تو دو لا هوس دي بري اي كومبري اونتر 100% اي اونتر 10% اي 100% هاد الانفلاسيون غالوبونت كيكون من هاد لوطو دو لا هوس نسبه معدل باش كيتزادوا الاسعار يعني لوطو دانفلاسيون ولا معدل ديال التضخم ديال ارتفاع الاسعار تيكون بين 10 حتى 100% ارتفاع الاسعار كيكون 10 حتى 100% دون سو كا لي اجون ايكونوميك نو سويت بلي دي تو تونير دو لا موني ناسيونال طون سا فالور ديميني رابيدمون فهاد الحاله هادي ديال لانفلاسيون غالوبون هاد لي اجون ما تلاوش كيبغوا انهم يخزنوا الفلوس يعني لي بان كيتضرر علاش ما كيخزنوش الفلوس لان هذيك لا موني ناسيونال كتفقد القيمه ديالها انت ما عندكش الحق تحط فلوسك تكون دابا مثلا عندك 100 درهم تخزنها هذيك 100 درهم في داك الوقت اللي عندك دابا نقولوا مثلا في هذا العام هذا في هذا الشهر هذا هاد 100 درهم تقدر تشري بها مثلا 10 من اكس ولكن كاين واحد الانفلاسيون غالوبونت في البلاد كيفاش الانفلاسيون غالوبونت في البلاد يعني هذيك 100 درهم الا خليتيها حتى الشهر الجاي ما تشري بها 10 اكس تشري بها غير واحد من اكس دونك انت كاجون كتفقد الثقه في لي موني ناسيونال يعني لي هذوك الفلوس ما تيجيش كتخزنهم الا يعني خزنتي الفلوس ديالهم راه كيفقدوا القيمه ديالهم الا انا كانت عندك 100 درهم في واحد هذا الوقت هذا وخزنتيها قلتي نخليها حتى من بعد راه ديك 100 درهم ما تتشري بها والو علاش لان كاين واحد الانفلاسيون غالوبونت الاسعار ماشي كيتزادوا دونك هذا هو المشكل ديال الانفلاسيون غالوبونت دونك الانفيستيسمون اي لي بارن بيس دونك في هذه الحاله لي بارن بيس لان قلنا الادخار كيكون كينقص علاش انا غنخزن الفلوس ما يمكنش نخزن الفلوس علاش لان ما بقاش عندي بهم والو دونك شنو كندير كنمشي نشري بهم ما عادش نستاهل ما عادش نخزنهم دونك ديما ملي كيكون عندنا واحد الانفلاسيون غالوبونت راه لي بارن كيضر
لي بان كيضر، الادخار كيضر، هذوك لي جاجو ايكونوميك كيفقدوا الثقه في لا موني الصينيه. علاش؟ لان لا موني كتفقد لا فالور ديالها، ولا فقدت لا موني الفالور ديالها راه الادخار ما عندهم يدير لك. الادخار راه كتدخل الفلوس، راه بحال ما درتي والو. واخا تخزن انت مليون، هتخزن مليون، هذيك مليون مثلا في هذا الشهر، هذا مليون تقدر تشري بها دار، باغ اكزومبل نقولوا تشري بها دار. هذا مليون جيتي كان لانفلاسيون غالوبونت، انت يا دوك الفلوس بقيتي مخبيهم، راه تلحق العام الجاي هذيك مليون ما تشري بها حتى مثلا شي دراجه، حتى دراجه حتى بشكلت ما تشريش بها. علاش؟ لان لا مونيسيون فقدت القيمه ديالها والاسعار ارتفعوا. ديك الدار اللي كانت تسوى مليون في ذاك الوقت اللي كنتي ديك مليون تشري بها ديك الدار، راه هذاك تفوت ذاك عام انت خازن دوك فلوس، هذيك الدار تسوى 100 مليون. دونك فهمتوا شنو هو الخطر ديال هاد لانفلاسيون غالوبونت؟ داكشي علاش تنقولوا ان لي زاجون ايكونوميك نو سويت بري دي توني لا مونيسيونال. علاش ما كيبغوش انهم يحتفظوا بالعمله المحليه؟ علاش؟ لان القيمه ديالها كتنقص. دونك هنا كيضر لي بان، حتى لانفيستيسمون كيضر، لان لانفيستيسمون فين كيجيونا هاد لانفيستيسمون هما لي كريدي، وهاد الكريدي فين كيجيو من لي بان. ديما الى نقص لي بان، الى نقص لي ادخار، راه لانفيستيسمون كينقص. علاش؟ لان دوك الفلوس اللي كتطف في البنكه هي اللي كتسلفهم الناس. دونك هذا تتسمى لا كرياسيون مونيتير، لو جو دو لا كرياسيون مونيتير. دونك النوع الثاني ديال لانفلاسيون هو لانفلاسيون ايبر انفلاسيون. لانفلاسيون ايبر انفلاسيون، هاد لي بير انفلاسيون، لي بير انفلاسيون هو كوريسبون ا اون انفلاسيون اكستريمومون الفي ايشابون ا توت كونترول. هو واحد لانفلاسيون اللي هو مرتفع بزاف، ما نقدروش نتحكموا فيه، هو اكثر من 100%. واحد لانفلاسيون كبير، اكثر من، يعني ماشي يعني ايبر انفلاسيون، يعني فايت الحدود. واحد لانفلاسيون كبير تري الفي ايشابون ا توت كونترول، الدوله ما تلاش تقدر انها تتحكم فيه. دونك هذا لوغسكو لانفلاسيون ديباس لا سوي دو 100%، يعني لو طو دانفلاسيون فايت 100%، الاسعار ارتفعوا بهذه الصوره اكثر 100%. سيت ايبر انفلاسيون اونترين اون جينيرال اون فورت ريسيسيون ايكونوميك. هاد الايبر انفلاسيون كيسبب لنا ازمه اقتصاديه في البلاد، لان الاسعار مرتفعين بواحد الصوره كبيره. دونك اذا كان كل الاسعار مرتفعين بواحد الصوره كبيره، راه لي لا موني ناسيونال كتفقد القيمه ديالها، حتى الاجون ايكونوميك ناسيونال كيفقدوا الثقه ديالهم في ليكونومي ناسيونال، ما تلاوش كيحطوا فلوسهم. دونك لانفيستيسمون كضر. دونك هادوك لي بروديكتور ما تلاوش كيبيعوا. علاش؟ لان الاسعار مرتفعه، وهادوك لي زاجون ما يقدرش انهم يشرو هادوك لي برودوي بديك الاسعار المرتفعه. دونك ليكونومي ناسيونال كيضر، وكتكون واحد الازمه اقتصاديه. دونك هادو هما ثلاثه الانواع ديال لانفلاسيون. دابا نشوفوا لي كوز دو لانفلاسيون. لي كوز دو لانفلاسيون، بالنسبه لي كوز دو لانفلاسيون راه بزاف هما كاينين، راه بزاف ديال لي كوز دو لانفلاسيون اللي كاينين. المهم انا غنعطيكم ثلاثه هولي هما ليسونسييل. اول حاجه لي كوز دو لا دوموند، او الاسباب اللي متعلقه بالطلب، لا دوموند دي بيان سيرفيس. لوغسكو لا دوموند دي بيان سيرفيس اي سوبيريور دو لوفر، من تيكون الطلب على السلع والخدمات اكثر من لوفر، اكثر من لوفر، يعني السلعه مطلوبه والانتاج قليل، لي بري اوغمونت اي دونك لانفلاسيون. مي كيكون الطلب على السلعه كثيره، راه الاسعار كيتزايدوا. دابا نقولوا مثلا حنا نتجنا 100 من واحد اكس، ولكن شحال من واحد باغي يشري هذا اكس؟ 1000 واحد. دونك راه الاسعار ترتفع. علاش؟ لان الطلب كثير. ديما البروديكتور ملي كيشوف الطلب كثير راه كيرفع الاسعار. هادشي شفتو في الميكرو ايكونومي، شفنا بان لا فونكسيون دو لوفر اي تين فونكسيون كرواسون دي بري. ديما من كيرتفعوا الاسعار، دونك ديما ملي كيكون الطلب زايد راه كيرتفعوا الاسعار. دونك هذا هما لي كوز دو لا دوموند، يعني ملي كيكون لا دوموند اي سوبيريور دو لوفر لي بري اوغمونت اي دونك لانفلاسيون. دابا لي كوز دي كو، دابا واحد الاسباب متعلقين بالتكاليف الانتاج. لوغسكو لي كو دو برودكسيون، تكاليف الانتاج اللي هو مثلا لي سالير، الاجور ديال العمال، لي بري دو ماتيير بروميير، الاسعار ديال المواد الاوليه اللي كنستعملوهم في الانتاج، لي زامبو، الضرائب اللي كدي الدوله، هادو مثلا ارتفعوا. دابا الاسعار لي سالير ارتفعوا، خاص هاد لونتربريز تعطي سالير اكثر. مثلا لي بري ديال لي ماتيير بروميير ارتفعوا، المواد الاوليه تزاد الثمن ديالهم، لي زامبو ديال الدوله تزادوا. دونك هاد البرودكسيون يعيدير.
يعني لي كود برودكسيون كيتزادوا، لان كل شيء هذا كيتسماو كود برودكسيون، دوك هذا برودكسيون عيتزاد ضروري عزيد السعر، لان الا زاد ليكو راه كيتزاود ليه ديما هو خاصو هذا البرودوي اللي كينتج باش يقدر يبيعو. دابا هذا لي بري هذا اللي كيحدو خاصو يكون هذا لي بري خاصو يكون كبر من لو كو فاريابل مويان، خاصو يكون كبر من لو كو مويان ديالو، يعني خاصو يكون كبر من لو كو مويان، يعني هذيك التكلفه باش تطلع عليه واحد الانيتي ديال هذا البيع اللي كينتج، هذا لو بري ديالو خاصو يكون اكثر من هاد لوكو، يعني ديما هو لوكو مويان زائد اس زائد هذاك لا مارج دو بينيفيس، لا مارج دو بروفيت اللي كيربح، كيزيد واحد شويه باش يربح. دونك تصور دابا هاد لي كود برودكسيون تزادو، يعني هاد لوكو مويان تزادو، دونك البروديكتور شنو غايدير؟ راه ايلي اوبليجي دوغمونتي لي بري، راه مفروض عليه انه يزيد الاسعار، لانه ما زاد الاسعار غادي يخسر، غادي يخسر، لان داك السعر القديم راه ما تيغطي ليه حتى التكاليف ديال الانتاج، دونك ضروري خصو يزيد الاسعار. اي دونك لانفلاسيون، دونك كترتفع الاسعار وهذا لانفلاسيون. دابا نشوفوا لي كوز الثالثين هما لي كوز مونيتير. لي كوز مونيتير الاسباب الماليه هو ملي كتكون عندنا واحد لا كرياسيون اكسيسيف دو لا موني، يعني انجوندر لوغمونتاسيون دي بري، سيتادير لورسكو لو بانك سنترال اوغمونت لا ماس مونيتير لا موني ناسيونال بيرد سا فالور دون لو مارشي دو شانج اي دونك لانفلاسيون. يعني من لي كوز دو مون لي كوز مونيتير راه هما من اخطر لي كوز اللي كيسببوا لنا لانفلاسيون، يعني من تتكون واحد لا كرياسيون اكسيسيف دو لا موني. يعني شنو كيدير لا موني؟ اللي كيخرج لا موني شكون اللي كيدير لوفر دو لا موني؟ هو البنك سنترال. البنك سنترال هو اللي كيحدد لا ماس مونيتير، يعني شحال الكميه لا كونتي دو موني اللي خاصها تسيركيلا في هاد البلاد، شحال ديال الفلوس خاصهم تسيركيلا في هاد البلاد. تصوروا دابا ان هاد لا بنك سنترال شنو دار؟ خرج لينا واحد لا موني ناسيونال بواحد الكميه كبيره مفرطه، ما احترمش دوك المعايير اللي معتمد عليهم ديما. دونك اش كيوقع؟ لا موني ناسيونال كتفقد القيمه ديالها، بيغ سا فالور، لان هادو في لو مارشي دو شونج. يعني الا جينا قرنا لا موني ناسيونال مثلا بلي موني بلي دوفيز راه كتفقد القيمه ديالها. دونك الا فقد القيمه ديالها اش كتكون النتيجه؟ كتكون النتيجه انه كيكون عندنا لافلاسيون. باش تفهموا اكثر هاد لي كوز مونيتير ديال لي كوز مونيتير اللي كيسببوا لنا لافلاسيون، نشدو مثلا لوكا دي ماروك. لوكا دي ماروك تنعرفوا بان المغرب العمله ديالو هي الدرهم، هي العمله ديال المغرب الدرهم، الدرهم العمله ديال المغرب. إلا جينا مثلا في لو مارشي دو شونج، يعني السوق ديال التبادل ديال العملات، حنا كنعرفو مثلا بأن واحد الدولار كيساوي 10 ديال الدرهم، واحد الدولار كيساوي 10 درهم. دابا شكون اللي كيدير لك كرياسيون مونيتير في المغرب؟ شكون اللي كيطبع الفلوس ولا شكون اللي كيخرج الفلوس في المغرب؟ كيخرجها البام. البام هو لو بانك سنترال ماروكان، البنك المغرب. البام هو اللي كيخرج لوفر دو موني، هو اللي كيحدد لنا لا ماس مونيتير اللي خاصها تكون في البلاد، شحال ديال الفلوس اللي خاصها تدور في البلاد. دونك هذا البام باش يقدر يحدد لا ماس مونيتير علاش كيعتمد؟ كيعتمد على الغيزيرف ديال الدوفيز، لو غيزيرف ديال مثلا ديال الدوفيز، مثلا ديال الدولار اللي عنده، لو غيزيرف ديال الدولار. على حسب هذا لو غيزيرف هذا كيقدر انه يطبع لنا شحال ديال الفلوس ديال الدرهم اللي خاصها تدور في البلاد. دونك هو كيعتمد على هذا المعيار، هذا اللي كيعتمد عليه، هذا هو المعيار العادي، الحاله العاديه، هذه الكاينيسيال الحاله العاديه. دونك نصوروا ان هاد لابام هذا عنده واحد الغيزيرف ديال الدولار، عنده واحد الغيزيرف ديال الدولار ديال الدولار كيساوي مثلا مليون دولار، عنده مليون احتياط ديال العمله الصعبه اللي عنده، لان الفلوس باش نقدروا نطبعوها نديروا كرياسيون مونيتير كنديروا على حساب داك الاحتياطي ديال العمله الصعبه اللي عندنا، ماشي غير كنجيو كنطبعوا الفلوس هكاك وصافي، ضروري خصنا نحتمروا المعايير الدوليه اللي كيحددها الفون مونيتير انترناسيونال، صندوق النقد الدولي، الفون مونيتير انترناسيونال، خصنا نحدو هاد لي كريتير ديالو بالنسبه لا كرياسيون مونيتير. دونك
الا ساحترم هو هاد لو كريتي هذا، يعني بهاد هاد الريزيرف ديال مليون دولار شحال غادي يخلص، شحال عادي يطبع ديال الدرهم، عادي يطبع غنشدو هادي نحولها درهم، يعني عادي يطبع شحال هاد المليون ديال الدولار عادي يخرج ميها واحد عشرة المليون ديال الدرهم، عشرة الدرهم ديال المليون ديال الدرهم، هاد عشرة المليون ديال الدرهم هي لوفخ دو موني، هي لاماس مونيتيغ اللي دار لها لا كرياسيون البنك سنترال. دونك هادي هادي يعني دابا احترم هو هاد المعيار هذا. دونك هنايا هادي حالة عادية، يعني ما كاين حتى مشكل في البلاد، هادي حالة عادية. تصور دابا مثلا أن هاد البنك سنترال الماروكا دار لنا لا كرياسيون اكسيسيف دو لا موني وما احترمش هاد المعيار هذا، شنو دار؟ يعني بهاد هاد مليون ديال الدولار خرج لنا باغ اكزومبل 100 مليون درهم، خرج لينا 100 مليون درهم، خرج دابا راه ما احترمش داك المعيار، نورمالمون خاصو يخرج 10 مليون، هذه هي الحاله العاديه. لا هو خرجنا 100 مليون، يعني دار كرياسيون اكسيسيف، دار لا كرياسيون دو لا موني بواحد الصوره مفرطه، شنو غادي يوقع؟ دونك هاد الدرهم هاد الناس، شنو النتيجه ديال هادي؟ ان الدرهم غادي يفقد القيمه ديالو في المارشي دو شونج انترناسيونال، يعني غادي يولي واحد الدولار شحال كيولي يساوي؟ غيساوي 100 درهم، يولي واحد الدولار كيساوي 100 درهم. علاش؟ لانه ما احترمش هاد لي كريتير هذا، يعني راه من كنطبعوا الفلوس بزاف في البلاد راه القيمه ديال العمله المحليه كتنقص. يعني شنو؟ يعني كنتي كتشري واحد الحاجه، مثلا كنتي كتشري مثلا في هاد الوقت هذا، نقول هذا تي واحد هذا تي جوج، ديال فهاد تي واحد كنتي كتشري واحد اكس ب 10 دراهم، يعني في هذا الوقت اللي كان واحد الدولار كيساوي 10 دراهم، وهنا كانت الكرياسيون مونيتير عاديه، جينا في تي جوج هاد لا بنك سنترال ماروكا بهاد المليون اللي عنده ديال الغيزاف طبع لينا مليون ديال الدرهم، يعني ما احترمش هاد المعيار هذا. اون فوا ما كيحترموش راه الدرهم كيفقد القيمه ديالو في لو مارشي دو شونج، واحد الدرهم يعني واحد الدولار ولا كيساوي 100 درهم، دونك هاد اكس اللي كنت كتشري ب 10 درهم غتولي تشري بشحال؟ غتولي تشري 100 درهم. دونك شنو كتعني هذا؟ كتعني لانفلاسيون، ها هما الاسعار ارتفعوا. دونك هادشي علاش كنقولوا لا كرياسيون اكسيسيف دو لا موني كتسبب لينا لانفلاسيون. دابا غنشوفوا لانفلاسيون ديفلاسيون و ديزانفلاسيون، هاد الانواع اللي كاينين. لانفلاسيون هو اي لا هوس او نيفو جينيرال دو بري، هذا اللي كنعرفوا هو ارتفاع ديال الاسعار. لا ديفلاسيون لا بيس او نيفو جينيرال دي بري، ديفلاسيون هو العكس ديال لانفلاسيون، هو انخفاض الاسعار. ديفلاسيون يعني ملي كتنخفضوا الاسعار راه كتسمى ديفلاسيون، يعني كينخفضوا الاسعار، لا بيس او نيفو جينيرال دي بري. ديزانفلاسيون هو لا بيس دو تو دانفلاسيون، ديزانفلاسيون هو الانخفاض ديال طو دانفلاسيون. ديزانفلاسيون يعني مثلا لو طو دانفلاسيون كان في واحد العام فات باغ اكزومبل كان في 2016 كان باغ اكزومبل 10%، جينا 2017 لقينا المعدل باش كيتزادوا الاسعار 9%، اش كتلاحظوا؟ بان كان العام فات 10% هذا العام 9%، يعني راه انخفض طو دانفلاسيون بشحال؟ ب 1%، هذيك كتسمى ديزانفلاسيون. من كينخفض لينا لو طو دانفلاسيون كتسمى ديزانفلاسيون. دونك لانفلاسيون هي لا هوس او نيفو جينيرال دي بخي، ديفلاسيون لا بيس او نيفو جينيرال دي بخي، اي ديزانفلاسيون لا بيس دي طو دانفلاسيون. دابا نشوفوا الطريقه باش كنميزيري لانفلاسيون، لا ميزور لانفلاسيون، كيف كنحسبوا لو طو دانفلاسيون؟ لو طو دانفلاسيون اي ميزوري باغ دو ميثود، كيتحسب جوج ديال الطرق. اول حاجه ديفلاتور دو بي اي بي، هذا راه ديجا شفناه في البي اي بي، يعني نقدروا نحسبوا به لو طو دانفلاسيون. ديفلاتور دو بي اي بي هو لو بي اي بي نومينال على لو بي اي بي ريال في 100، هذا راه ديجا درت لكم واحد الابليكاسيون فيه وعرفتوا كيفاش كنحسبوهم، ديفلاتور دو بي اي بي والبي اي بي نومينال على البي اي بي ريال في 100. وايضا كيتحسب بالاي بي سي انديس بري كونسوماسيون، الاي بي سي انديس بري كونسوماسيون. بالنسبه الى خدمنا بالاي بي سي طو دانفلاسيون ديال واحد العام تي هو الانديس بري ديال لا كونسوماسيون ديال ذاك العام حنا فيه ناقص انديس بري ديال كونسوماسيون ديال تي موان زا العام اللي قبل مقسومه على اي بي سي ديال تي موان زا العام اللي قبل مضروب في 100. هذه الطريقه باش كنحسبوا طو دانفلاسيون بالنسبه للاي بي سي. غير دابا بالنسبه لهاد الاي بي سي كنلقاو جوج الانواع ديال الاي بي سي، الانديس كاين الانديس دو لا بير والانديس دو باش. دونك اون ديسانك دو اي بي سي كاين الانديس دو لا بير اي انديس دو باش. بالنسبه للانديس دو لا بير هي الطريقه باش كيتحسب،
مثلا الاند ديال لا بير بالنسبه لواحد العام تي، الاند ديال لا بير بالنسبه لعام تي هو لا سوم ديال لي بري دو تي في الكونتيتي دو بي، بي هو لاني دو باز، يعني كيعطوني واحد لاني دو باز، لاني دو ريفيرونس. دونك لو بري دو تي في لا كونتيتي بي، هذه لا سوم سيغما، يعني كاين عندي شحال من بيان سيرفيس مقسومه على لو بري دو بي على لا كونتيتي دو بي مضروب في 100. بالنسبه للانديس بري على كونسوماسيون دو باش بي توجور هو لاني دو باز، الانديس بري دو كونسوماسيون دو باش دو تي هو لا سوم ديال لو بري دو تي داك العام اللي فيه في لا كونتيتي دو تي العام اللي فيه مقسومه على لو بري ديال الاني دو باز مضروبه في لو كونتيتي ديال داك العام اللي حنا تي مضروبه في 100. هذه هي الطريقه باش كنحسبوا الاي بي سي. كاين جوج انواع ديال الاي بي سي، كاين اي بي سي دو لا بير اي بي سي دو باش. هادي هنا واحد الابليكاسيون باش تعرفوا كيفاش كنحسبوا هاد لي زانديس دو باش اي انديس دو لا بير او طون دانفلاسيون دو لا بير او طون دانفلاسيون دو باش. دونك هنايا عندنا 3 زاني، يعني 2013 2014 و 2015، عندي دو بيان، عندي بيان ا و بيان بي. دونك الكونتيتي ديال ا والبري دو ا 100 120 4، البري 3 5 6. دونك بالنسبه كونتيتي دو بي هي 110 120 150 4 6 7. دونك حنا بينا نخدمو هاد انديس بري على كونسوماسيون دو لا بير اي دو باش. نبداو بانديس بري على كونسوماسيون دو لا بير. شنو قلنا انديس بري كونسوماسيون دو لا بير شنو كيساوي؟ الانديس بري على كونسوماسيون دو لا بير هو كنشدو اش le prix le quantité ديال داك le prix ديال داك العام تي. دونك كنشدو هاد le prix ديال هاد العام تي كنضربو دونك نبداو بانديس بري على كونسوماسيون دو لا بير. هاي العلاقه انديس بري دو كونسوماسيون دو لا بير هو le prix دو تي le quantité de B le prix مقسومة على le prix de B في le quantité de B في 100. هذه العلاقة ديال الانديس دو لا بير، ها هو نبداو به هو الاول. دونك شنو كنبداو بهاد البسط هذا، هاد البسط هذا حنا اش من عام، حنا بغينا 2013. دونك تي هي 2013، يعني شنو هاد تي بلاصة تي عندي 2013 وبلاصة بي عندي لاني دو باز، ولاني دو باز راه نفسها هي 2013. ها هي 2013 هي نفسها. يعني شنو كنديرو؟ يعني هادي 2013 هادي 2013 هادي 2013 هادي 2013 ولا سوم، يعني راه كندير ديال ا وكنزيد لها ديال بي، فهمتوا؟ دونك نبداو بالاولى هنا. دونك 2013 هادي 2013 باز هي 2013 2013 2013، وكنضرب 100. نبداو بالاول، دونك عندي ديال ا وعنزيد لها ديال بي، ها هو عاد نقسم ديال ا نزيد لها ديال بي. دونك لي بري في الكونتيتي، دونك 100 في 3 ديال ا زائد 110 في 4 ديال بي، لان في 2013 كنخدموا في 2013، قلنا كلشي كنا كنديروا في 2013 مقسوم على اش نيت هي 100 في 3 زائد 110 في 4. دونك شحال تعطينا؟ تعطينا النتيجه تعطينا 100%، راه باينه تعطينا 100%، عفوا تعطينا 100%. دونك انجو دابا 2014 بلاصه هاد تي غنديرو 2014 وبلاصه بي غنديرو 2013، يعني لاني دو باز. دونك هني غير هاد البري الاول اللي غنديرو فيه 2014، اما هاد لا كونتيتي وهاد البري وهاد الكونتيتي راه كلشي ديال 2013 ديال اني دو باز. دونك بدا بيان ا، بيان ا غنشدو البري دو تي، ها هو هو هذا، غنضربو في الكونتيتي دو باز. ها هي الكونتيتي دو باز هي 3، دونك 120 في 3 انتقلوا لبيان بي نفس الشيء الكون بري دو تي. لا عفوا، بالنسبه لبيان ا البري دو تي هو 3 والكونتيتي دو باز، الكونتيتي دو باز هو 100، ها هو البري دو تي 3 5 والكونتيتي دو باز 100. هي هذه البري دو تي هو البري ديال 2014 5، ولكن الكونتيتي دو باز هو 100. هذا بالنسبه لبيان ا سيغما، يعني زائد نزيدو لها نزيدو لها لبيان بي نفس الشيء البري دو تي هو 6 مضروبه في الكونتيتي دو باز 110. دونك 5 في 100 زائد 6 في 110. دونك غنقسموها على اش؟ نقسموها على البري دو باز في الكونتيتي دو باز، يعني نفسهم، يعني 3 في 100
زائد 4 في 110، دونك تعطيني 156.7% بطبيعة الحال. 156.7%. انتقلوا ل 2015 نفس الشيء. البخي دو تي في الكونتيتي دو باس، هاي البخي دو تي بالنسبة ل A هي هادي، و البخي دو تي بالنسبة ل B هي هادي. هاد الجوج اللي غنخدمو بهم هما تي، ومن بعد داكشي الاخر كلشي ديال لاني دو باس. يعني نبداو ل بيان ا، البخي دو تي 6 غنضربو في الكونتيتي دو باس 100، انتقلوا ل بيان بي زائد سيغما البخي دو تي 7 في 110، نقسمو علاش؟ نقسمو على ديال لاني دو باس، دونك ل بيان ا 3 في 100، 4 زائد 4 في 110، دونك عطاتينا 185.1 في 100. بطبيعة الحال 185.1%. دونك هادو هما لي زانديس دو لا بير. ابري انتقلو لانديس دو باش. لانديس دو باش هو البري دو تي في الكونتي دو تي، البري دو باز في الكونتي دو باز. دونك غاني فيكسي اش، غاني فيكسي البري دو باز. البري دو باز هو اللي كنخدمو بها، هو البري دو باز بالنسبة ل ا، وها البري دو باز بالنسبة ل بي. هو لا هذا كنخدمو غير البري دو، اما كلش داكشي ديال الاني تي. دونك غنبداو ب 2013، البخي دو تي في الكونتي دو تي، ها هو البخي ديال 2013، ها هادي 2013 2013، دونك 3 في 100 زائد 4 في 110، راه بي دو تي في الكونتي دو تي ديال بيان ا وكتزيد بيان بي، 3 في 100 زائد 4 في 110، دونك مقسوم على نيت 3 في 100 زائد 4 في 110، دونك كتعطيني 100%. ديما العام الاول راه كيخرج ليا 100%، لانديس دو باش كيساوي لانديس دو لا بير. دابا نشوفو 2014، بور 2014 ها هو اللي كيتفيكسا البري، هاد البري هاد بي هو اللي كنخدمو بهذا بالنسبه لا 3 وبالنسبه للبي 4. اما كلشي دابا نبداو بالبسط 2014، ها هو البسط البري دو تي في الكونتي دو تي بالنسبه لا، ها البري دو تي ها الكونتي دو تي، دونك 5 في 120 زائد ديال بي سيغما 6 في 110 مقسومه على اش بالنسبه لبي ان، البي دو بي البري دو بي في الكونتي دو تي، ها هو البري دو بي هو 3 في الكونتي دو تي 120، دونك 3 في 120 زائد بالنسبه لو بيان بي 4 في 120، دونك كنضربها في 100 كتخرج لي النتيجه 157.1%. ابري نشوفو 2015 نفس الطريقه نحسبو. بوغ 2015 لاني دو البري دو باز ها هو فيكسي، هو اللي كنخدمو به. دونك نبداو 2015، يعني 2015 بي 2013، دونك هنايا في البسط غير لاني اللي حنا فيها 2015 كلشي ديال 2015، دونك 6 في 140 زائد 7 في 150 مقسومه على اش، بي هو ديال لو باز، دونك 3 في 140 زائد 4 في 150، دونك 140 في 6 زائد 150 في 7 مقسوم على اش، 3 في 140 زائد 4 في 150، دونك كتخرج ليا 185.2 185.2%، هادو كلشي في 100. ابري حسبوا لو طون دانفلاسيون، بالنسبه للطون دانفلاسيون العام الاول راه ما كاين والو، كيكون شيء سواء بالنسبه سميتو يلا العاني دو باز يلا اول عام باش نقارن به. دونك لو تو دانفلاسيون اش كيساوي؟ قلنا هو الاي بي سي دوب ديال لابيغ، الاي بي سي ديال داك العام اللي حنا فيه ناقص داك العام اللي فوق التيمونزا مقسوم على التيمونزا مضروب في 100، دونك يعني 156.7 ناقص 100 مقسوم على 100 مضروب في 100 تخرج ليا 56.7%. هذا هو لو تو دانفلاسيون 56.7%، يعني كنشدو هذا ناقص هذا اللي فوقه مقسوم على هذا مضروب في 100 كيخرج لي هذا. بوغ 2015 نبقاو ديما في لابيغ نفس الشيء، اي بي سي ديال هذا العام ناقص الاي بي سي اللي فوقه مقسوم على الاي بي سي اللي فوقه، 158.1 ناقص 156.7 مقسوم على 156.5 مضروبه في 100 تخرج لي 18.1 18.1%. نمشيو دابا طو دانفلاسيون دو لا دو باش نفس الطريقه، ها هو الاي بي سي ديال تي مقسوم على اللي فوقو ناقص اللي فوقو مقسوم عليه مضروب في 100، 157.1 ناقص 100 مضروب على مقسوم على 100 مضروب في 100 تخرج ليا 57.1%. ابري نشوفو هنا ديال هذا العام 2015، دونك 185.2 ناقص 157.1 على 157.1 نضرب في 100 تخرج ليا 17.8%. دونك هذا هو مهم عندنا هو طو دانفلاسيون، هذا هو طو دانفلاسيون
بالنسبه لدوك 2014 و 2015 بالسنوات. دونك هذا الطو دانفلاسيون دو لا بيغ دو باس غير هو ما كيكونش اختلاف بيناتهم، غير كل واحد هو طريقته. دونك اش كتعني؟ كتعني بان الاسعار ارتفعوا في 2014 في هذه البلاد ب 56.7% بالنسبه لا بيغ و 57.1% بالنسبه للباش. بالنسبه ل 2015 شنو كنلاحظوا؟ كان الطو دانفلاسيون 56.7% في 2014، شحال ولا؟ ولا 18.1%. يعني شنو؟ يعني ان ديك هنا لا بيس، هذاك الانفلاسيون نقصت القيمه ديالو، الطو دانفلاسيون نقص. دونك هذا ديزانفلاسيون. 2015 كان عندنا ديزانفلاسيون، ان لا بيس دو طو دانفلاسيون كان 56.7 ولا 18.1، يعني انخفض هذاك لوطو. دونك هذه تتسمى ديزانفلاسيون. دونك هذا الشرح ديال كيفاش كنخدموا لانديس دو لا بير لانديس دو باش، كيفاش كنحسبوا لو طو دانفلاسيون. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذه اللي شرحت لكم فيها لانفلاسيون، عرفتوا مجموعه من الحوايج المهمه اللي كتخص الانفلاسيون. سمحوا لي واخا انا طولت في الفيديو لانني حاولت انني ندي طيب باش تفهموا اكثر وتشدوا معلومات بزاف اللي عاد تفيدكم ان شاء الله في المسار الدراسه ديالكم وتمدكم حتى في الحياه اليوميه باش تعرفوا داكشي اللي وقع كيوقع في العالم وعلاش الفلوس ما كيكونوش كثار في البلاد وعلاش الاسعار كيرتفعوا وعلاش هادي وهادي وهادي. مجموعه من لي كيسيون راه تلقاو ليهم اجوبه دابا. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.